مرحبا بكم في قناة شهوة أمينة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة مزيانة. اليوم إن شاء الله جبت معكم واحد الحريشات زوينين ولدات كيستحقوا التجربة، زوينين اقتصاديين، كيخرجوا كمية زوينة والمقادير قليلة. كنتمنى تجربوهم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. لا على بركة الله نمشيو للمقادير. عندي هنا ثلاثة الكيسان ديال السميدة خاصة بالبسبوسة والحرشة، ثلاثة الكيسان بكاس قياس كاس العنبة، جوج خمارات ديال الحلويات فئة 8 غرام، عندي واحد صاشي ديال الفاني 7.5 غرام، واحد الكاس تاع الكوك، الكوك يكون ميدم، كاس قياس كاس العنبة، نص كاس تاع السكر سنيدة حبيبات، نص كاس، نص كاس خليط ما بين زيت وزبدة، وكاس تاع الحليب. الحليب نشوفو على حسب السميدة اللي شربات نزيدوها الحليب، نقدر ندير حتى جوج كيسان. وعندي هنا مبشور حامضة، وعندي هنا معلقة صغيرة تاع الملح. نمشيو ان شاء الله للتحضير. جيب واحد البور، جيت واحد البور غنخوي فيه هذيك السميده، ثلاثه الكيسان، الصاشي تاع الفاني، معلقه صغيره الملح، سنيده، مبشور تاع حامضة. نديرو كلشي ونخلطو. نص كاس تاع خليط ما بين زيت وزبدة، ونبسبسو ديك السميدة مع ديك الزبدة، الكوكو سنيدة، نبسبسهم مزيان. انا ما كنديرش فيها البيض، اللي بيدير فيها البيض يديرو. شوف هذيك الخميره، جوج صاشيات، خلطوها مزيان، نبدا تنضيفو الحليب شوي بشوي. هنا جد واحد الكاس اخر، الكاس الثاني، نخوي منه شوي بشوي. نحيد داك الخوي، خدمت بيديا باش نعرف القياس ديال الحليب ديالها. هنا بارك عليها، غادي نخليوها ترتاح باش نجهل هذا القياس، هذا هكذا تكون شويه
مطلوقه، حيت باقي بغيت تشرب لينا السميده. غادي نخليها واحد 5 دقائق، 5 دقائق ما تفوتوهمش، ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما خليتها 5 دقائق كنغطيها طبعا بالسلوفان. هو ما قلت لكمش البنات راه جوج كيسان اللي شاط لي منهم، يعني نص كاس ما واصلش، كاس ونص ديال الحليب. عندي هنا السميده اللي درت نيت في الحريشات، والكوك درت خليط ما بين الكوك والسميده. نمشي على بركه الله. نبسطهم شويه بيديا، كنديرو من هنا هاد الحجم هذا، ونحط في الطاوه. الطاوه نفرش عليها بيكويس، نعاود نغسل يدينا منين نديرو كل وحده، نديرو يدينا في الماء باش ما تشتليناش، باش ما يدخلش لنا السميده بزاف في الحريشات ديالنا. كيجيو على هاد الشكل هكا. كملت لكم مره مره، شلوا يديكم. باش ما تدخليناش السميده تجينا قاسحه. نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. بعد ما كملت الكريسات ديال الحرشه على هذا الشكل هذا، غندخلهم الفران، فران سخون، غنشعلي من العافيه من الفوق ومن التحت، غنطيبهم فران كهربائي ولا بيطيبهم فران غاز يطيبهم عادي بحال بحال. هي المهم يدير لهم العافيه على الوجه ديالهم حتى يتفرقعوا، هي اللي يهبطهم يطلعوا من الفوق باش يطيبوا. اللي بغى يدير في الكهرباء في فران ديال الغاز، انا نديرهم فران كهربائي، نشعل عليه من الفوق ومن التحت ونخليها العافيه على وجهها حتى تفرقع هكا، هي اللي نهبطها لتحت وندير الاخرى ان شاء الله. ايوا نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيبوا. هما الحرشات ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين ولداد ورائعين، كيجيو محمرين كاملين من كل جهه. نحل معكم وحده تشوفوا كي جات، كيجيو زوينين وشاش، كيذوبوا في الفم رائعين. ومقادير بسيطه كنخرجوا منهم 18 حريشه بحال هادو صغار، كيجيو زوينين وبنان. كنتمنى تجربوهم، وما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك وبارطاج الفيديو، وشكرا وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.